الحادي والعشرون من نوفمبر من عام 1999 صدر قانون السلطة القضائية بموجب المرسوم السلطاني رقم 90/99 وتعديلاته بموجب المرسوم 14/2001. يذكر أن المادة 60 من النظام الأساسي للدولة تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون. الحادي والعشرون من نوفمبر من عام 1999 صدر المرسوم السلطاني رقم 92/99 بإنشاء الادعاء العام ليكون هيئة تتبع المفتش العام للشرطة والجمارك. وفي فبراير من عام 2011 صدر المرسوم رقم 25/2011 باستقلالية الادعاء العام إدارياً ومالياً، وأن يتولى المدعي العام صلاحيات المفتش العام للشرطة والجمارك المنصوص عليها في قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم رقم 92/99. الحادي والعشرون من نوفمبر من عام 1999 أنشئ المجلس الأعلى للقضاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 93/99. هو مجلس قضائي يرأسه جلالة السلطان، ويهدف إلى وضع السياسة العامة للقضاء وكفالة استقلاله ومتابعة تطويره. الحادي والعشرون من نوفمبر من عام 2004 أشهرت جمعية الصحفيين العمانية ومقرها في مسقط. من أهدافها الاهتمام بالصحفيين وتشجيعهم على العمل الصحفي وعقد الدورات واللقاءات وتوثيق الصلات مع طلاب الصحافة وتيسير سبل البحث العلمي لهم وخدمة مهنة الصحافة وتطويرها وتوطيد العلاقات مع الدول الأخرى في هذا المجال. الحادي والعشرون من نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للتلفزيون.